أهلا بكم. شنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة على القصر الجمهوري وسط صنعاء، وذلك لأول مرة منذ بدء عاصفة الحزم. تأتي هذه الغارات بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وسيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من صنعاء، حيث انتشرت دباباتهم على الطريق المؤدي إلى المطار وكثفوا الحواجز الأمنية على الطرق الرئيسية في العاصمة. الأمم المتحدة أعلنت اشتداد وتيرة القتال بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد مقتل الأخير على يد الحوثيين. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يهدد بانفجار الأوضاع الأمنية في اليمن. أدعو جميع أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترزح تحت وطأة هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية إلى انتفاض في وجهها ومقاومتها ونبذها، وسيكون جيشنا البطل المرابط حول صنعاء عونا وسندا لهم، فقد وجهنا بذلك. كما أدعو كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية.